تزعلوا لمنظرهم على قلبي. من قال ان انا بزعل ولا ابالي؟ هذا بيتكم وبتحرمين فيه، بتسالوا مين ما بدكم وبتقلعوا مين ما بدكم. خلاص امي خلاص، انسي الموضوع، لا رايحين ولا راجعين، قاعدين. شوفي ماما، ما في شيء، سلامتك، روح افتحي الباب. اهلا حماده مرت عمي. تمك مات ولا مرت عمي؟ لا مرت عمي تكرمي. هيك ها، شو صغري انا متضايق منك كثير. متضايق منك ليش؟ متضايق منك ولو؟ ليش مين فينا غيركم؟ عن اذنك لشوف مين اجاكم، كمل شغلك بعدي. شو لازم لك حل؟ اخوك. اخي يا سلام يا اخي. يا ميت أهلين وسهلين، أهلين بسيقوح، تفضل لشوائي. هزوز هزوز، تفضل بيت بيتكم يا أهلين وسهلين. إيه عمة أخوي، الصرف اجتماعهم لغجوب بين دور روار، في شي؟ إيه في شي، هذا يا سيدي إختك. أصدق مرت أخوي. إيه قصدي مرت أخوك، يعني نحن منقول يعني إختك. وعز إن شاء الله، إيش بأختي؟ قال بدها تاخذنا لعنا على بيتنا وتحرد عنا. يه يعني تقلي عادلية؟ قلت لحالك. لا يا مرت أخوي لا، عجبك يا هزاز؟ لا بدك أبدا يجيبه وبصير على سن عيدوتي. قولي شو هالفعل؟ مروان؟ لا لو معنا حق بدك تطلقني. حبيبي شو رح لك تحكي؟ معقولة؟ هي كل الآيات تدنبي مشان أمك ما يصفي لك حجة ويجي لغنى على البيت. وأبو قصي وأم قصي ونشا وبكي وبحنا بدو كل الآياته. ما رح يجيب عندي لأنه وضعي نفسي ما بس يسمح لي نستقبله. وبكري؟ معقول بكري بضلوا بعد نشكي كل هذا؟ أول واحد رح تسلمه هو. شلون؟ أول ما رح يصير طلاق رح تطب خواني وبهدو وقولوا يلا حكي لحلب، ما رح يزعل مني ليش؟ لأنه أنا وضعي نفسي سيء، ما هي؟ صح. والجيران نفس الشيء، بيجوا لعندي بقلعهم كمان ما رح يزعلوا لأني بوضع نفسي سيء، مزبوط؟ مزبوط. وأمك نفس الشيء، بحجة إنه ما بصير تجي لعندي عشان شو تجي تساوي؟ مش حلال وحرام؟ طيب على ذكر الحرام، مو حرام عليك تعمل فيهم هيك؟ لشو عم بعمل فيهم؟ يعني في صدمة نفسية رح تصير ولا انت رح تطلقني؟ ندى المشروع اللي بين ايدي بده 10 ايام اقل شيء ليخلص، كيف بده يخلص؟ طيب بس انا ما بدخلني. طبعا انت ما دخلك. وين بدي اروح؟ بدك تضل اليوم. شلو؟ ندى انت مو وضعك نفسي تعبان، فبدك تطلع على الاقل كم يوم تغير الجو. انت ما بطلع على الاقل تجي لهم. مش لاني معي. برونتو. ما انا بدك تغلطي، شو عم تحكي انت؟ انت ما بعرف عليك، انا بتخلي منه
بغراض لك شو عم تحكي انت؟ هالسرد جننت واحد مثلك بده بغراض وبينقلع من هون على رضينا من بين وبين ما رضي فينا. مين رجالك تدخلي؟ انا ما عاد اتحمل ما عاد اعيش معك ولا ساعه تحت سقف واحد. على اساس انا اللي فيني اتحمل؟ لا طول ولا طول ولا كمان وانا نقول ما بنحمل بالطريقه هاي. انت بتسكت ما بيسمع منك ولا حرف. طول ولا كمان بصير لا بصير وانت تعال اليوم بتطلب غلط على حد الحلال. خير انا بتطلب غلط على حد الحلال بس ما بتقول انت بتضل هون يعني بتضل هون. خيره في شيء ثاني بده شرح؟ لا خاطرك يا مهندس يا فهمان. طول بالك بدنا نستر على اخي شو تبغى لك بعد عني انت ثاني بعد ما هي طريقتك هلكنا جننتنا كل يوم قصتك انت وجولك مكششين الحمام لك يا بني ادم طالما بتعرف حالك بدك تصير كشاش حمام ليه تصمت مصاريك واشتريت لك شي غرفة على السطوح بدل الهدم والبيبي اليوم طول بالك بدنا نستر على اخي هل انت ضربت على الوتر الحصه تبعي بعد عني يلا يا جماعه كل واحد على شغلته ورجونا عم بتتعبكم يلا يا جماعه كل واحد على شغلته ورجونا عم بتتعبكم يلا سامر انت اول وحده بدك تورجينا عم بتتعب ليش صار ما بيجوز تعدي بين واحد غريب ما باي صله بينك وبينه قوم يا جماعه هدوا هدوا يا استاذ مروان انت بالذات تطلع على بابك بتقعد من وشك بسرعه يا استاذ مروان لا في بابا بدي يشوف اخك شو مجعلني ما بتفهم عم يقول احد انا ليه انت بالذات بتخرس بست حلقات ولازم بالساعه انت تكون برا انتوا اثنين بدكم تطلعوا لبرا تفضلوا يا جماعه انا رايح حلب يا استاذ بكري طولي بالك شوي يا استاذ انا ما عاد فيني يلا امي خلينا نمشي لوين انت روحي على بيتك وانا بدي اروح عند خالتي على حمص لحتى ارتاح شوي يلا سامر امشي انا فجي يا مروان تواجه لا انت تاني ايه سريع دخلت عم تضربه ليش عم تضربه ما لك خلف سبب ليش طولان واذا طولان انسان بتطول ايدك ايه بتطول ايدي بك يا استاذ مروان بعد فك رومانسي وادمي شباب انت بتسكت ما بدي اسمع منك ولا حرف انا يا استاذ مروان ما بدي اسمع ولا حرف الكل انا برا الكل انا برا الكل انا برا كده انا برا ماشي انت صاحي شفتي طلعي مين دافع عنك سفه ويا سفه انا بنتواجه يا مروان لكن انا مي بعجبه لك هلا امي المهم شو بدنا نعمل ما بعرف شو بدنا نعمل شو ما بتعرف شو بدك تعملي ولو وتفوتوا تقعدوا عنا سطر البيت لكم والعتبة لنا لب الخس لكم والعرموش تبع عقلنا لا لا ابو صاير شبكيش انا انت رجال عملنا تفضلوا على البيت شو فيها يا عمي ما قصدي شيء اهلا وسهلا شوفي شوفي شو صار شو القصة فهموني لحظة تفضل سيدي مروان مدى في بيناته مشكلة كبيرة فتنة للحلة ضرب معه مروان العداد قال عن كلياتنا نتبرى انا لا اعتقد يا قصير يقول يا يعني ما فهمت لي شو سبب خلاف بين مروان وندى ما فهمت اكيد مو سبب خلاف مروان وندى اكيد في شيء عم بقلك ليكون هذا سامر الفصوم ليكون شو لك انا على طول بيلعب له دورات بيلعب له مشاريع انا سمعت اتصور بيلعب له دورات بيلعب لي بالشطرنج كمان السبب عام من هيك كتير شو أنا بعتقد وجودي عندي هيك إيه شغل عامل على طول البطل هو السبب لكن انت مين لك بتعمل على طول البطل ما تريد شغلي مش لدي لك شغل لكن انت عم تشتغل عنده بالليل وبالنهار انت نسيان عامل انه بتطلع من مطبخ حامل الفرموش بتفوت على مطبخ حامل العظام بتطلع من مطبخ حامل البطيخة بتفوت على مطبخ حامل الشرق بتطلع من مطبخ حامل السرعين بتفوت على مطبخ حامل الزر نسيح طيب هذا أول حل الحل تكون أنا اللي بحل المشكلة كلياتها وتقال ما أعرف أنا الحيوان اللي متحيوان أبوان ما أعرف شو هالحكي مثل ما عم قال شو هالحكي ما فهمت عليك كمان بالنجام حيط الله أنت سمعتي بإذنك إنه رمعنا اليمين لا رمعنا اليمين إمي خلص خلاص أنا كل العباني تقولي أبقصي فقلت لها طرش أنك لجوا طرش؟
مناطق السعادة فوتوا. شو بدنا نسوي؟ وانت شو دخلت على الموضوع؟ بك شو نسيت انه انا رئيس مجلس بناء؟ واذا رئيس مجلس بناء بدك اعرف ما شو اصلا عندي ببيت؟ صحيح ولكن بحكم الجيرة انا حبيت انه اعرف الشيء. وشو دخل الجيرة بالموضوع؟ انا دق عليك الباب وقال لك شو عم تسوي شو هالقيادة؟ لا ها شو رأيك معناتها؟ انت شو رأيك؟ انت شو رأيك؟ انا رأيي انه انا ما بفتح لحدا انه يتدخل بالقصص اللي عم تصير جوات بيتي. وانا رأيي انه انت ظلمت اختي انا. لا ما كنت انا ما بسمح لمخلوق يتدخل بيني وبينها. طيب اخي نوان معك حبة سردين تاني؟ ضحك بقى. ولا يهمك حط ايديك مش قصدي كون مطمئن استاذ كله تمام رح اضل على اتصال معك انت ما رح تطلع بيك مو هيك اطلاقا حتى على المكتب ما اجي تمام بنضل على اتصال بدك شيء هلا سلامتك مع السلامه هو بتعبيدك لهدني؟ بس يا حوالي البنت نصيبة تعبان يا سجميل أنا من رأيي نفوت نقعد على البنية نفكر نشوف شو بدنا نحل المشكلة لو تجوزت بدرتين مو أحسن لك عم بدرت إشاء يعني صراحة حق على بنتك أنا لو مضرح أنا بقى بدرت وأنا بقى لك يسلمي أدمي يسلمي أدمي عم ناقص سكر شو ما جيت بالي ليه أم شاري أنا تسمعني خذ ابني أنا حمص ودعي على تقليل أبدا سجميلة فاتت لهو ما بتطلع من هون أبدا إلا إذا رجعنا يا بنت الشباب أمي شو رأيك لو علينا مو أحسننا أفضل أنا بوصلك سجميلة أنت ترتاح أنا بتعم بعمل أنا بوصلهم بنفسي تفضل ما تأخذونا تأنا عليكم وليهم لطف سجميلة اللطف كله يا طنط يا رش خاطركم مع السلامة وأنا بدي أروح يا بكري لك شو نسيت انه انا بتزوج عندي بيت سياح لياح بيدعك فيه خلق قصدي الحمام وعم تلاقي حالي بتكافئ معي روح يا روح تعال يعني ما في عذاب بالسحرفان ما توصلنا ولو سجمي عذابك اهو بس كنت بالنسبه لي ليش ناخذ تاكسي لا سجمي عندي اختيار تفضل شو رايك تاخذي مفتاح بيتي وترتاحي من حراره الشمس لبين ما حل لكم المشكله لا ما في ازعاج ابدا ما في ازعاج وين بدك تروح انت ولا يهمك انا بدبر حالي ماشي سوي ايديك شو سامح سجمي في شغله سجمي لك انا حاطط بالبرات حباتي بقى يمكن بنصاص الليالي اعتادوا اذا دقيت عليكم ما بتنزعجوا لا انا ما بنزعج خذ مفتاح ماما مروح على بيتنا بيت غير ما بدي سجمي ما صار شيء خلص ما بدي احبها خذي انا كمان بدي اعشق البرات حب على طول باخذه سجمي نعم انت بيصير معي مثل ما بيصير معي احيانا يا سلام مو بس انا بالبنايه الوحيد اللي بيصير معي هيك لا تقلي ابو قصي كان معي كيف ما كان جميل الخانم الى بيت ملك شو ما صار تتقوى فيه يا ولادها بس انا شو بدي اعمل بحالي وين بدي اروح بحالي يا حسرتي علي انا لك شو عم تحكي يا بنت الحلال لك انا وين رحت انا هلا لما بيصير مشكله بيني وبينك رح تقلعني من البيت وما رح تسال وانا رح اروح اصطد الشوارع وانت ما رح تقلي وين رايحه وين جاي شو بدي اسوي بحالتي انا رح اصير مسخره على لسان العالم
بس أنا مو حرام. مستحيل يا قصي، أنا مستحيل أستغني عنك. أنت روحي وقلبي وعيوني لك. يا أبو قصي، هذا الحكي كل وقت الجد ما بيصحح فرانك. قولي لا سمح الله. لا سمح الله يعني إذا صار مشاكل بيني وبينك أنا بطلع من البيت. ها معناتها ناوية، معناتها رح يصير مشاكل، معناتها ناوية للشر يا أبو قصي. حنقول لا سمح الله، لا تفهميني غلط يا أبو قصي. شوفها، أنا بدي حقي، بدي شيء يضمن لي عيشتي، بدي شيء يضمن لي استقراري. شو بدك؟ مريني بس. سجل البيت اسمي. هلا كثير بتهلك المظاهر؟ هي شكليات يا أبو قصي، أنا بعرف هون واحد بالمنطقة، سجل البيت اسم مرته، وبعد ما سجله باسمها راح ادعى انه هذا التسجيل مزور وحط عليه اشاره حجز. بس شو البلد قدام العالم مسجل بيت باسمها، وهي قالت بقى بين اصحابها سجل البيت باسمي، سجل البيت باسمي، سجل لي. ابو قصي لا تلف ولا تدور، بدك تسجل البيت باسمي ولا لا؟ بصراحه لك تفضل لازم يضل البيت باسمي. ليش؟ لانه اذا لا سمح الله صار ما صار انت حتحطيني برا. انا اكيد ارحم منك. ليش؟ لاني انا اولا شيء مخ، شيء تاني اللي منصب ومركز بالبلد ما مشرش حالي مشان أمور تفهمت لهي، فلذلك خلي البيت باسمي أريح وأحسن. مخيخ شو بدي أحكي؟ كتير شاطر أنت بالحكي. أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا بك يا إيزابيلا الحمورة. مادموزيل إيزابيلا، بدي أطلب منك خدمة صغيرة إذا بتريدي، إذا ممكن. تفضلي أنسة جميلة، أنا أسمع توفي. بقى أنت مثل ما بتعرفي بنتي متخانقة مع جوزها مثل ما حكيت لك قبل شوي. نعم أعرف، لقد قلت لي هذا. بقى جوزها قلعنا كلياتنا من البيت. شفتي هذا صهري يخرب بيتك، هذا صوتي يخرب بيته، سؤالي الأصل. لم أفهم ماذا تقولين. عم أقول أنا أنه ليس لنا بالمستقبل القريب مكان نقعد فيه، يعني قلعنا، ما عاد في إلنا إرنة نقعد فيها. اذهبي إلى الفندق. فندق؟ إيش بدهم يحكوا علينا الناس بعدين؟ نقعد بالفندق؟ وماذا ستفعلين الآن؟ عم قول يعني أنه بدي اجي انا وابني سامر على بيتنا، نقعد هون موقت بين ما تنتهي المشكله. اي البروبلم هنا؟ مستحيل. ليش يعني؟ بقصد ليش مستحيل؟ يعني واي امبوسيبل. انا عندي امتحانات ولا احب احدا ان يزعجني. أحسن شي نرجع على بناية صرنا، أكيد هنيك في قرايب يعني منهم بلاش كمان. بلاش؟ طب وقل بالك لسه في أسلوب تاني. إيزابيل حرام عليك، أنا وأبني هالطفل ننام بالشارع. أم سامر حبيبتي. ضل؟ مع السلامة. الله يسلم فيك بالعربية تاعته برديدة. أم سامر لم تشربونا القهوة. شوفي رشا، من هلا رح احكي معك.
إذا أمي البنت الجميلة اللي عملت معي مروانة. أولاً أمي من البنت الجميلة وبحياتها ما رح تكون مثلها. إيش وجار بجار يا أخي؟ رشا أنت ما بتعرفي نسوان بنوم الحماية وقت الخطبة بتكون تأخذ العقل بس تصير جوازة هيك بكشفوا عن النياب والخير. أمي غير شكل، أمي غير ستايل. أنت هيك بتحسي؟ يعني شو بدك تقلعني بكرة من البيت؟ لك أنا ما حكيت رشا، لك شو صار لك انتي ولا حكي؟ شو صار لي؟ اسأل حالك. انتي فهمتيني غلط. اتفضل فهمني استاذ روكي، حاكم فهمي على قده. ماشي، رح فهمك بس انتي روكي. شو السجنين؟ شايفك رجعتي لوام شو نويت تسكني عندي؟ لا، ما أنا نويت اسكن عندك، حباتني سيتون برات القصي مو برادي. شو بدك؟ ولا أجلك ما بدي شيء. يا أحسن روح. تاني مو بس أنا ماشي الشيء اللي بيناي. شو بس أنت ما جاوبتني. بكرة إذا اعتذرنا بدك تقلعني مثل ما عملنا ربانا عدا. سؤالي من أساسه غلط. ها غلط. شو كان روكي عم يدي بعقلك؟ ما في شيء، كان مسألة سؤال. شو السؤال؟ سألته أن ذكر أقلنا بإقلاني مثل ما عملنا مروان عندها. شو قلي؟ قال لي سؤالي كله غلط. أنت شو قلتي لي؟ ها غلط بس؟ لا، وقال كمان أن الحموات بعد الزواج بكشفوا عن نيابهم. لا، أنت سارقة. الأزواج هن اللي بكشفوا عن أنيابهم السيئين. كان هيك لعبين مع جوزي ولا هلا جوز بنتي مروان بدر الدجا. بمفهوم أن الجواز برميل أول عسل وآخر بصل يصيروا مثل الدراكولا. أمك هون. إيه تفضلي تفضلي. طبعا بدي تفضلي، إيش أنا هي غيرك ولا تفضل تعالوا. إيه ويمكن نتعاشق وما تقدر على أهل الهواسي بالمحبة لبكري بكر حامي الديار واكتسب راحات لبنى يوم يا يوم يا يوم يا بكري. مشاكل 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 شو عنده اخي؟ عندي مشاكل انت بتعرفك يا هذا انا كل ما بنزل على بنزل الباص باخذ محلي وانا انتلك ما معك ما معك مصاري بتنزلني وينك؟ شو رايك بعلك الغلطي؟ لا الغلطي انا بروح اشتري او لا انا برضى. اجيت من سامر. سامر وين؟ تحت بيت مي. عم انا زيبي معقول اخي مروان يعمل حمل معقول؟ ايه طه سوا. مين طه؟ من طه؟ اي طه؟ لقد احنا لك. امي جوعان كتير. ايه لحظة طول بالك علي، بدي اسلوب هاي الحكاية. تعال نسلبها. الشارع ماشي سبيني عمتها بنص ساعة كون عندي
عم بستناك تتأخرنا. لا لا مسافة طريق بدك شيء؟ مع السلامة. ايوه كنت اتصل بشان خص 031 الو هون بيت ابو سعيد غلطانين لا تاخذونا لك شكلي بسرعه سفري هاي سكرتها شباك هلا طالما تعود الخلاص بلا هاي عفوا ما تاخذونا ومدري شو شو حتشوف فيها انت ثاني مره لك ما بيصير في آداب لاستعمال الهاتف مكتوب هيك بالدليل ولا أنت ما سلموك لسه الدليل مكتوب كذا وكذا وكذا لا ما سلموني أنا بدي 5 سنين يسلموني ألو هون بيت أبو سعيد أدخل الرقم السري أدخل الرقم السري
أدخل الرقم السري. وريتك سري ولي على أن تحظ جيت للتلفين طلع سري. كمان حاولي مرة ثانية. معلش أدخل الرقم السري. أدخل الرقم السري. وريتك سري سري مري. كمان جرب مرة ثانية. يلا جرب. معلش راح أحاول. هيدي 10 كبسك بس نكاي لشوف حيطلع لي سري. أدخل الرقم السري. كمان مرة رابعة. لك أمري يا الله جربي. هيك يا ابو دياب ما تصالحين على طول. ليش احنا قاعدين ما بطعمين؟ لك احلى ابو قصيب بالدنيا واحلى سنكوح بالعالم. ايه سيدي تفوت لعنده انت ولا فوت انا؟ لا فوت انت. اولا يعني انت مقدر ومحترم غير ابو شرف. قصيب ركب تحكي لك معه كلمتين هيك تنتهي. انا مش على راسي اساسا. انا اللي بدي ربي فوت لعنده. انا فوت لعنده ابو قصيب. الله يقوي. شو خير؟ العالم بيقولوا من اول صباح الخير. صباح الخير خير. فوت انت اللي بيحكي معك كلمتين وعلى باب الصلاة حكينا. عفوا شلون بسمح لنفسها تدخل بدون لا احكوا لهذا السور؟ انت اللي عم تضطرنا نتصرف هيك تصرف. شلون بقى؟ بشو اذيتك اصلا انا؟ شو كان لك؟ اولا انك تقرر الطلاق من طرف واحد يعني من طرفك هذا اذيه لي. ثانيا بهدلتنا وقلعتنا من بيتك بكل وقاحه. شيء ثاني فتحت جعورك علينا هيك. نحن ما حكينا ولا كلمه. ليش؟ لحتى ما نزيد المشكله. هلا فايت نص بيتي وعم تتدخل باموري الشخصيه والعائليه وبدك يلا ساكت. شوف نحن ما عم نتدخل بحياتك. نحن بدنا نحل مشكله. صعيب امبارح سكتنا لانه كانت ندى بالبيت. اما هلا عم بقول لك اذا ما بتروح وبتبوس ايدها والشرفة بقول لك انه انت واحد قليل وجدان. ابو قصيد انا ما بسمح لك تحكي معي بهالطريقه ابدا. مو على كيفك تسمح لي ولا تسمع. اذا ندى ما بترجع اليوم تاكد ما حتلاقي لها صاحب البنايه كلياتها لانك ولا بلا ما احكي خاطرك. راح شو بك؟ ليش هيك متضايق؟ ما سمعتي شو حكى الافندي؟ ايه ما هو حكى. يعني في حدا داعي لعملتك؟ يا مدام ما بدي اقول لك بابا ما بعرف اذا بدي اروح قبل ما تقول لي. طيب انت ليش بدك تعمل معي انا هون؟ لا ما اخذت هذا الامور على وجهي. شو دخلت بشكل صحيح انزعج بس انا بروح للمدير انه عم يبيع مشاريعه وبنعم الشغل. لك احسن خليه يتربى هيك بيرجع لصوابه. اختي انا ما بدي اقول انت قلت له. لك شو انا انه انا حماته بفكر اني انا حاطه حطاطه وما حدا بيصدقني بيقول لانه انا داعيه وبنت انا لا سنكون. شوف بدي اقلع على انا بدي على بيت ابو قصي. نحن بنفوت انت بتفوت بتحكي معه شي كلمتين. ماشي حاوي ليك لي روح على ابن حاوي هي اخر مره يعني قبل ما نبدا نرجع. ماشي اوكي يلا جيران على اساس وعايشين كم سنه إنا مع بعضنا. اخي انا لي علاقه غيره تامرنا بشي ثاني. شوف استاذ مروان
نحن بنحترمك لأنك جارنا، ولا تعمل برز بصل هذا لأنه نحن كلنا بنعرف إنه وضعك تعبان وعلى الأرض يا حكم. بقى يستر على أختك تخنت. أنا؟ أنت شو مفكر حالك يعني؟ أخي بزمانه أخوك أبو محمود زعيم الكشاش بدوي دعوة، عمل نفس الفيلم تبعك هو. زين شو عملوا الكشاش بولاده تحمي مدين بدها حكايتنا على عبد الفير اللي قدامه. بطلنا نحكي معه، تعرف شو عملت؟ هات أشوف. شو عملت؟ شو عملت؟ رجع على مرته ورجله فوق راسه. بقى حضرته أحسن من زعيم الكشاش تبعنا؟ هات شو بقول لي. هلا عم تشبهني إلي أنا لصاحبك هذا زعيم الكشاشة؟ صاحبي؟ يا ريت صاحبي يا ريت، هذا محمود زعيم الكشاش وزاد ما في ابن مرة بسترجي فارات قدامه. سكوت، بتكون أمك دعت لك بليلة القدر إذا شبهوك فيه. قال حرب دام الأول يروح. هلا اختصر وقل لي شو بدك. إيه أستاذ مرعوب، أنا يعني بعرف إنك مهندس وفهمان وخزانة العلم وعين الله عليك، ولا تعمل بالرز بصل تفهم بتروح بتصالح الندى وبتعتذر له وبتنتع حالك من هول الندى بتجيبها وإلا شو؟ وإلا يعني ما بتعرف انت كل الكشاشة اللي عمهم من اللي بتحكيتوا على نفس المستوى ما عاد له مرحبا خاطرك. ايه استاذ مروان استر على اختك زين الامور على مهلك وعلى رواق. انا قاعد عن جارنا حبيب ابي قصي رئيس مؤسسه الفضاء. شو بدك تدي تاني؟ هو كذا مرة لما بيقوم مع بعض ضبطك معي بالهادي، وتاني ما حننشر رصيدنا ونسخ قدام الجيران وعلى عيونه. خذ بالي خذ يا حبيبي يا مروان، صحيح انت بدك تدرس وتتعلم وانا نايم بتعلم، بس انا ضميري مرتاح لانه انا ضحيت مشانك مشان تتعلم وتصير مهندس. بك يا تحكي مو صحيح لانه انت كنت بالمدرسة كسلان كسلان. شوف براك، شوف عمال بحكي معك، انت وطيت راس عيب الشاب، لك يا حي وما نقد المسؤولية، لا تتجوز وتبهدل حالك وتبهدل بلاد الناس معك. أنا ما لقيت المسؤولية؟ أنا ما لقيت المسؤولية؟ مين اللي عطاها بقى اللي طول الوقت عم بدور على شغل جاي يعمل علي فهمها لأنا كان؟ ما فهمت عليك. لك يا أخي، قلت للبنت حبيبتك وبدك تتجوز وأنا أخي متجوزك أمرنا الله. قلت البنت بدنا سؤال ونعمل اختيار، لك خيرت معك. بطل يا اخي رايك لما تجوز انا كذا على بعضك مش شايفها. كمان فهمت عليك. ان شاء الله عمرك ما تفهم. الله يسامحك الله يسامحك، بس شوف مروان هلا ما بدك تنزل على حمص وتستسلم لمرت اخوي لانه هي حبوبه بتهيلي وبتعذر جهه وبتوافي، والا بوصل خبر لامك وابوك ساعتها يا وين عم ظلمناك. ما فهمت عليك. لك يا حبيبي يا مروان يا حبيبي لا تفهم علي انه انا اخوك. ولك بكري انت العواطي بلا شغل عملك اللي شو عملت. ايه وبعدين مع مروان غضب الوالدين ما يدوى غضب الوالدين ما يدوى فيا رضا الله ورضا الوالدين. لك هدول عم تقولوا شو بريد الشحن عم تكتبوها او انت تفهم اكثر من شو بريد الشحن يلي منع يصير بلد العالم مره هي عن الفيديو. لك شو دخل شو بريد الشحن موضوعنا. يا مروان يا حبيبي لك في كلمة في العالم تحمل العالم موجود عندها في البيت. ولك اخ انا ما بس افضل عليها ابدا ما بس افضل الند عليها ابدا. ممكن احط رجع الحلال لانه ما عاد تحملها وكمان انا حابب اقول لك انه هي بالاصل ما تحملتك. لا خرج عم تحكي معي الماني ما بفهم عليك. لك هي مرت اخوي بنت ناس وعالم بنت ناس وعالم. لك شو بدك تعمل ايش ما بعرف بعدين يكفي انه فضلتك عن هذا بدل تدير ملياردير وانت واحد اندبور الشحاط معك لطا. قوم من الأمشات يوم رايح مع أني ما فهمت عليك بس لا ترجع معزز الكرم على هذا البيت قصف على راسك وانت صدر عليك أنه فتت برغيك وبدرس أنا مهندس أنا. وصلت معك أنك ترفع إيدك دوتش أنت يا جامل يا متعلم يا مهندس. بكري شوف أنا درست لحالي والهندسه كملتها لحالي واشتغلت لحالي ما عندي استعداد انه يجي واحد عواقي شرح احسانها يعني معلم علي. اخي ما فهمت عليك اذا بتحكي معي بالصيني بالتايواني بالهندي بالنيجيري ما فهمت عليك ما فهمت عليك خاطرك.
معصب بكي معه حق بكل كلمة قالها. شو جنيتك انت؟ مروان انا مفهم عليك. تجاوز حدود الأدب مع برعامي، فهمت ولا؟ ولا راكي؟ حتى أنت؟ لا تقول لا، كلمة ولا ما بتسمع على لسانك. هي أولاً، ثانياً بترجع مرتك اليوم على الناية، وألا ما لك عدد كل هاي الناية. راكي، شير آخر رأتك، شو صيد؟ لا ما نسيت، بس تصرفك غير رومانسي مع مرتك رح يكلفك كثير. ولا كنت قلع من هو أحسن ما عملك شفتين، يلا بكل رومانسية وبكل الاحترام، وانا دعمي منك فلافل هذا السواق لانه عم بيحب وعشق وغرام رومانسية، وبدك يطلع واحد تافه ومتخلف كي عليك. انا تافه ومتخلف وكي عليك؟ ايه انت تافه ومتخلف. انا دافع ومتخلف وكي عليك يا ابو قصي؟ لك لا ترفع صوتك، لا حمد لا ترفع صوتك. شوف اذا بدك تروح جيبها نحن كلياتنا بنروح معك. يلا شو مسحي؟ لك شو في مسحي؟ لا تسحي لا تسحي، بالحب ما في حياة، امشي لروح جي بنادا. يا برافو رشا لو ما خاطر اختي ندى بس يلي هي احسن منا وما بهون عليها فيك كنت عملت لك اللازم. حتى انت انت ما بدك اتلاقي منو سالسكوح عليها. ايه مزبوط. هلا انت يا اخذت ولا شفت؟ يا جماعة في لكم عندي مفاجأة كثير حلوة. هلا وقت مفاجأتك انت الثاني ناقصنا ندى حبيبتي 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 ماما. اشتقت لك اشتقت لكم كلكم فردة فردة.
رشا قصي جميلكم لابسها كل حياتي. روكي بكري سيكون ابو قصي. شكرا انتم جدعان فعلا جدعان. انا بحبكم كلكم. امي بحبكم. عجل بربون عجل صلاحه. لا اتركوا لحاله لا ضمير ولا نفسه. انا ما بدي اياه. امي لو تعرفي قديش ترشحت وتمررت على اراضي وتعبت. رجعت لكم امي يا ربي. بدل اللي صار انا معي هي القصه من زمان. انتوا طلعتوا ولاد اصول بس متلقى براك مسؤولين. اتمنى بس لو سمعتي كلامي